بسم الله الرحمن الرحيم، ألف الصلاة والسلام على سيدنا محمد. سبق وأن تحدثنا في المحاضرة السابقة عن أنواع التصوير الطبقي Types of Computer Tomography، واللي ضمنت المحاضرة النوع الأول هو التصوير الطبقي الخطي التقليدي الذي لم يتم استخدام جهاز الحاسوب أو الكمبيوتر ويتم تكوين صور ثنائية الأبعاد. والنوع الثاني هو التصوير الطبقي المبرمج الكلاسيكي الذي تم استخدام فيه الحاسوب المتطور وتم الحصول على صور ثلاثية الأبعاد. والنوع الأخير أو الثالث هو التصوير الطبقي المبرمج الحلزوني الذي تم استخدام فيه الحاسوب المتطور وتكوين صور ثلاثية الأبعاد. وجميع أجزاء التصوير الطبقي اللي موجودة عندنا أو بالعالم هي تعتمد على السبايرال سيتي. محاضرة اليوم سأتحدث عن المكونات الأساسية لجهاز التصوير الطبقي وتطبيقاته الطبية، Basic Components of Computer Tomography and its Medical Applications. المتحدث الدكتور محمد البدري، رئيس قسم تقنيات الأشعة في كلية دجلة الجامعة. The major components of CT scanner، المكونات الأساسية لجهاز التصوير الطبقي والذي يعتمد على الجيل الثالث أو الجيل الرابع، وكل من هذه الأجيال له خواصه وميزاته. مثلا يتم استخدام في الجيل الثالث كواشف غازية، بينما في الجيل الرابع يتم استخدام كواشف صلبة. والسبايرال سيتي الجهاز التصوير الطبقي الحلزوني يعتمد على الجيل الرابع. إذن يتألف جهاز التصوير الطبقي من الجانتري. الجانتري يعتبر هو قلب جهاز التصوير الطبقي والذي يحتوي على جميع المكونات، منها الاكسري تيوب جهاز الأشعة السينية، ودائما يستخدم بطاقة عالية بحدود 150 أو 160 كيلو فولت، والهاي فولتج جنريتر جهاز تكوين الجهد العالي، والديتكترز الكواشف، وإن توزيع الكواشف على شكل حلقات بالسبايرال سيتي التصوير الطبقي الحلزوني. وذكرنا سابقا أنه قد يكون توزيع الكواشف على الحلقة الواحدة بحدود 300 إلى 700 ديتكتر. وبري أمبليفاير المضخم المسبق، والأمبليفاير المضخم الرئيسي، والبلس هايت أناليزر محلل ارتفاع النبضة، وجهاز الداتا أكوزن سيستم جهاز جمع المعلومات ودائما يكون سريع، والفلترز والمرشحات تستخدم للحصول على أشعة سينية منتظمة، ودائما يستخدم مادة الألمنيوم لامتصاص الأشعة السينية بطاقات قليلة، والكوليميترز هو محدد حزمة الأشعة السينية دائما تحدد نسبة للعضو المطلوب تصويره، والموتور كنترول سيستم الأجهزة الحركة الميكانيكية، والبيشنت كاوتش أو تيبل سرير المريض، ويستخدم سوفيستيكيتد كمبيوتر الذي يتضمن الإيمج ريكونستراكشن إعادة تكوين الصور، والداتا أكوزيشن سيستم، وأنالوج تو ديجيتال كونفرتر تحويل القيم الخام أو التناظرية إلى قيم رقمية، والإيمج ديسبلاي، والأوبريتنج كونسول روم غرفة التحكم. راح نشرح كل جزء من هذه الأجزاء بالتفصيل. نتكلم عادة عن الكواشف بصورة عامة. نستخدم هذه عندنا الكاشف، راح نكبره. الكاشف يتألف من كاشف صلب من بلورة صوديوم وداد كريستال، وتكون هذه عبارة عن صلبة عند تفاعل الأشعة السينية مع بلورة أيوديد الصوديوم. بهذه الحالة تتحول طاقة الأشعة السينية إلى ضوء مرئي visible light، والvisible light يتكون باتجاهات مختلفة في جميع الاتجاهات، فيتم عادة تغطية المادة البلورية صوديوم وداد كريستال اكتيفيتي والثاليوم بمادة الألمنيوم من أجل إعادة توجيه الإلكترونات نحو
فوتو مولتبلاير تيوب. هذا عندنا الجهاز هو مثل فوتو مولتبلاير تيوب الذي يقوم بتكبير بتكوين الالكترونات وتكبير العدد الالكترونات بحدود 100,000 مرة أو أكثر. إذن يتألف الفوتو مولتبلاير تيوب من القطب السالب والفوتو كاثود والأنود الذي يقوم بتجميع الإلكترونات وعدد من الداينودز. ودائما بصورة عامة إما عدد داينودز لكل فوتو مولتبلاير تيوب بين 10 إلى 14، ودائما الجهد يكون مضاعف. مثلا الجهد الأول يكون عندنا 100، الجهد الثاني يكون عندنا 200، الجهد الثالث 300 و400. والسبب لأنه الجهد الأول فرق الجهد بين الفوتو كاثود أو الكاثود السالب والقطب الموجب الداينود 100، معنى ذلك يكسب الإلكترونات بطاقة معينة مقدارها 100 إلكترون فولت. إذن وبهذه الحالة يقوم أيضا بمضاعفة عدد الإلكترونات، أي في حال اصطدام إلكترون واحد من الفوتو كاثود باتجاه الداينود يتكون إلكترونين، والإلكترونين تتفاعل أو تصطدم بالداينود الثالث يتكون 4 وهكذا. فإذن في الحالة عند تفاعل الأشعة السينية التي تحمل المعلومات عن الجزء المطلوب تصويره مع الفوتو كاثود يتولد إلكترون، والإلكترون يتوجه نحو الداينود لأنه جهده موجب الفوتو كاثود سالب والداينود موجب، فالإلكترونات تجذب نحو الداينود. وبهذه الحالة أثناء تفاعله مع الداينود الأول اللي جهده قلنا 100 فولت، الجهد الثاني راح قلنا 200 فولت، أي تكتسب الإلكترون بطاقة حركية مضاعفة ويتولد إلكترونين، والداينود أيضا الثاني والثالث والرابع مقعر يقوم بتوجيه الإلكترونات كل من الداينود الأول باتجاه الداينود الثاني والداينود الثاني باتجاه الثالث وهكذا إلى أن تتجمع في الأنود. معنى ذلك في الداينود الأول إلكترون واحد يصطدم بالداينود الثاني يتولد إلكترونين تتضاعف الإلكترونات، والداينود الثالث تتكون 8 بعدين 16 32 64 128 256 و512 1024 2048 وهكذا أن يتجمع أكبر عدد من الإلكترونات وتتولد بهذه الناحية بند الأنود عبارة عن نبضة كهربائية أو شارة كهربائية تكون جهدها قليل جدا بحدود الملي فولت أو المايكرو فولت، ودائما جهاز المالتي شانل أنالايزر يستلم شحنة مقدار جهدها مقدارها بحدود 1 فولت، فنضطر إلى القيام بعمل التكبير. إذن هذا الجهاز الأول اللي هو الصوديوم أداة كريستال بلورة عديد الصوديوم مع الفوتو مولتبلاير اللي قامت عادة بتكبير عدد الإلكترونات. إذن بالحالة تخرج الشحنة الكهربائية أو النبضة الكهربائية أو الإشارة الكهربائية من الفوتو مولتبلاير تدخل إلى البريمبليفاير، والبريمبليفاير عادة عبارة يقوم بتكبير النبضة الكهربائية أو الشحنة الكهربائية أو الإشارة الكهربائية بحدود العشرات المرات، وبنفس الوقت يتخلص من النويز، يعني يجب أن تكون النسبة بين السيجنال تو نويز ريشيو تكون عالية، مع ذلك يجب أن تكون السيجنال ذات المعلومات عن الجزء المطلوب تصويره عالية جدا والتخلص من النويز، فيتم التخلص من النويز أو التشويش باستخدام البري امبليفاير المضخم المسبق. عندنا النوع تدخل الإشارة من تخرج من البري امبليفاير إلى الامبليفاير المضخم الرئيسي والذي يستلم الإشارة ويقوم بتكبير هذه الإشارات الكهربائية أو النبضات الكهربائية بحدود آلاف المرات إضافة إلى معالجتها وتحديد شكلها. تخرج عادة الإشارات الكهربائية من المضخم الرئيسي من أمبليفاير إلى البلسات أنالايزر محل ارتفاع النبضة، ومحل ارتفاع النبضة يقوم عادة بدورين. الأول هو يقوم عادة بتحديد الطاقة Energy Selection، أي يتخلص من الطاقات القليلة جدا وتخلص من الطاقات العالية جدا التي تكون غير مفيدة أي تسبب إلى النويز أو الضوضاء أو التشويش، إضافة لذلك إلى تحديد شكل النبضة قد تكون بالحالة سالبا حولها لا موجبة وشكلها، ويتم قياس الرايز تايم. إذن بالحالة تخرج الإشارة البلسات أنالايزر إلى الكمبيوتر سوفيستيكيتد كمبيوتر والذي يحتوي على الداتا أكوزيشن سيستم نظام جمع المعلومات
لحد الآن البيانات تم الحصول عليها من تفاعل الأشعة السينية مع المريض وبعد تكبيرها بواسطة البريمبليفار وامبليفار باسط أنالايزر عبارة عن قيم خام أو قيم تناظرية، فنضطر إلى يضطر جهاز الكمبيوتر إلى تحويلها إلى صور رقمية. إذن داتا كوزي سيستم نظام جمع المعلومات وسريع جدا، ويحتوي على ADC Analog to Digital Converter يقوم بتحويل القيم التناظرية إلى قيم رقمية، وبنفس الوقت عندنا جهاز Image Reconstruction إعادة بناء الصورة، وبالتالي يتم عرض الصور Image Display واللي يتم عرضها عادة على الشاشة أو تخزن في جهاز الكمبيوتر أو تطبع باستخدام ليزر برينتر أو يتم عادة إعطائها لك على CD قرص مبرمج إلى المريض أو ترسل إلى الطبيب المختص. وبنفس الوقت عندنا الكونسول روم هي غرفة التحكم، ولا غرفة التحكم تحتوي على الكمبيوتر المتطور للتحكم بسمك الشرائح. قد يكون السمك نحتاجه لقليل أو يكون عندنا كبير، ومن ثم عرضها على شاشة الكمبيوتر، ومثل ما ذكرنا أما يقوم بخزنها أو طبعها أو نقلها إلى قرص مدمج تعطى إلى المريض. هذا عندنا صورة المريض. إذن كيفية تكوين الصور ثلاثية الأبعاد؟ تكوين الصور ثلاثية الأبعاد، نلاحظ هذا الجهاز الأشعة السينية موجود عدد من الكواشف، فما تكون على شكل قوس، أو حاليا يفضل صناعة الكواشف على شكل حلقة دائرية مع حلقة واحدة أو حلقتين. حلقة واحدة تعطينا شريحة واحدة، حلقتين من الكواشف الدائرية تعطينا الجهاز شريحتين، أو أربع حلقات يعطينا أربع شرائح، أو حاليا 256 أو 512 ويعطينا عادة 512 شريحة. الأجهزة الموجودة في العراق هي عبارة عن أجهزة تصوير الطبق الحلزوني ب 64 شريحة، أي تحتوي على 64 حلقة من الكواشف الصلبة وتعطينا عادة 64 شريحة. إذن معنى ذلك عندنا جهاز الأشعة السينية نلاحظ يدور حول المريض، والكواشف ما تكون على شكل قوس سابقا أو حاليا على شكل حلقة. إذن المريض ثابت في جهاز التصوير الطبقي الكلاسيكي، لكن في التصوير السبايرال يتحرك المريض، أي التيبل يتحرك باتجاه الجانتري، والسبايرال يتحرك حول المريض وتتكون حلقة مسار حلزوني اسطواني. إذن عندنا بالحالة الأكسري تيوب يلف مرة أخرى حول المريض وتتكون صور ثنائية الأبعاد من دوران أنبوبة الأشعة السينية، وتأخذ من زوايا مختلفة أو تلتقط من زوايا مختلفة حول المريض، ويتم معالجتها في جهاز الكمبيوتر وتكوين صور ثلاثية الأبعاد، مثلا تصوير الأوعية الدموية أو الأنسجة أو العظام داخل الجسم، وبالتالي يتم عرضها على جهاز الكمبيوتر أو يتم خزنها في جهاز الكمبيوتر أو يتم طبعها على CD. ونلاحظ الصور ثلاثية الأبعاد للرأس. يعتبر التصوير الطبقي كأداة تشخيصية معتمدة، خاصة قبل إجراء العمليات الجراحية، مثلا تحديد حجم السرطان وموقعه ومرحلته. Advantages of multi-slice spiral CT. ميزات التصوير الطبقي الحلزوني متعدد الشرائح. Imaging is done with high accuracy of more than 90% without catheterization. إذن يتم التصوير في المفراس الحلزوني بدقة عالية جدا تصل إلى أكثر من 90% بدون استخدام القسطرة القلبية، لأن القسطرة تأخذ وقت كثير، بينما بالسي تي يمكن الحصول على صورة مع الكونتراست ميديا المواد الملونة خلال 15 دقيقة، بينما القسطرة هي عملية يتم إدخال الكاثيتر داخل المريض وتحتاج لوقت بحدود نصف ساعة أو أكثر. Produce high resolution three dimensional cross sectional images، تكوين صور ثلاثية الأبعاد مقطعية. Reduce discount time to less than 0.3 second، تقليل زمن التصوير لأقل من 300 ملي سكند. Reducing patient dose by about
80% compared to the classical CT. تقليل جرعه المريض الى حوالي 80% او اقل من 80% مقارنه بالتصوير التقليدي. و imaging the cardiovascular during single heart rate or less, particularly coronary arteries. يستخدم في تصوير القلب والأوعية الدموية خاصة انسداد الشريان التاجي خلال نبضة قلبية واحدة أو أقل، وذلك باستعمال المواد الملونة الكونتراست ميديا، ودائما يستخدم في تصوير القلب مادة اليود. Medical applications of computer tomography. التطبيقات الطبية للتصوير الطبقي. أولا، firstly, diagnosis of brain and head disease. Diagnosis of stroke. إذن تشخيص أمراض الدماغ والرأس، يستخدم في تشخيص السكتة الدماغية. Diagnosis of internal bleeding، تحديد مناطق النصف الداخلي. Diagnosis of vascular obstruction، تحديد انسداد الأوعية الدموية. Diagnosis of various diseases of the brain, especially brain tumors. كما يستخدم أحيانا لفحص الجمجمة وتشخيص الأورام السرطانية الدماغية. Secondly, diagnosis of cardiovascular disease، تشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية. Diagnosis of coronary artery blockage، تشخيص يستخدم في تشخيص انسداد الشرايين وخاصة الشريان التاجي coronary CTA. أيضا imaging of arterial and venous instead of using cardiac catheterization، يستخدم في تصوير الشرايين والأوردة بدلا من استخدام القسطرة القلبية اللي تكلمنا عنها سابقا. Diagnosis of heart attack، يستخدم في تشخيص الجلطة الدماغية. Detection of the efficiency of the heart and movement of the heart muscles and valves using contrast agents، الكشف عن كفاءة القلب وحركة عضلة القلب والصمامات باستخدام المادة الملونة هي مادة اليود. والدياجنوزيس of the heart congenital malformations and the blood vessels، وتشخيص التشوهات الخلقية للقلب والأوعية الدموية. Thirdly, diagnosis of lung and chest disease، تشخيص أمراض الرئة ومنطقة الصدر. Diagnosis of the acute pain in the chest area or difficulty of breathing، يستخدم في تشخيص الآلام الحادة في منطقة الصدر أو صعوبة التنفس لتحديد سبب الآلام. Diagnosis of pulmonary embolism، يستخدم عادة في تشخيص الجلطة الرئوية، كما يستخدم عادة في تقييم سداد الأوعية الدموية الرئوية بدلا من استخدام الطب النووي نيوكليير ميديسن. وأيضا يستخدم في الكشف عن سرطان الرئة وسرطان منطقة الصدر، وإضافة إلى ذلك يستخدم في تشخيص أمراض الأنسجة الرئوية الداخلية. Fourthly, diagnosis of abdominal and pelvis or pelvic diseases، يستخدم عادة في تشخيص أمراض البطن والحوض. يستخدم المفراز لكشف عن سرطان منطقة البطن، كما يستخدم المفراز في تشخيص الآلام الحادة في منطقة البطن والكبد والطحال والبنكرياس والغدة الكظرية أو الغدة الكظرية والجهاز الهضمي بصورة عامة. يستخدم أيضا المفراز في تشخيص التشوهات الخلقية للكليتين وآلامهم. Fifth, diagnosis of muscles and the spine disease، يستخدم في الكشف عن أمراض العضلات والعمود الفقري. يستخدم في تشخيص السبدسك الانزلاق الغروفي، تشخيص أمراض العضلات والعمود الفقري والكشف عن كسور العمود الفقري والكشف عن أورام السرطان. 6. Detection of cancer diseases، الكشف عن أمراض السرطانية. تحديد موقع السرطان وحجمه ومرحلته بدقة عالية. Detection of location of the cancer, its size and its stage. Detection of masses in the liver and various internal injuries، الكشف عن التكتلات
في الكبد هي تكتلات سرطانية قد تكون، والإصابات الداخلية المختلفة، والكشف عن النزيف الداخلي detection of internal bleeding. seventh diagnosis of sinus diseases الكشف عن أمراض الجيوب الأنفية، ويتم عادة تشخيص يستخدم في تشخيص أمراض الرقبة والكشف عن أمراض الغدد اللمفاوية أو الغدد الأخرى في منطقة الرقبة. هذه هم المصادر التي تم استخدامها في إعداد هذه المحاضرة، وشكرا لإصغائكم، وإذا أعجبكم الفيديو اعملوا لايك وشاركوا في القناة، وشكرا لإصغائكم مرة ثانية.